يعد الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد من أبرز القمم الشعرية العربية، وقد صدرت له أكثر من 40 مجموعة شعرية. من دواوينه قصائد كانت ممنوعة وأوراق على رصيف الذاكرة والخيمة الثانية وفي لهيب القادسية. ولد الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد في تموز عام 1930. ولد في بغداد، وانتقلت عائلته من بعد ولادته إلى محافظة ميسان جنوب العراق، حيث عاش طفولته هناك ولقب بشاعر أم المعارك وشاعر القادسية وشاعر القرنين والمتنبي الأخير. تخرج من دار المعلمين العالية كلية التربية حالياً، وكان ذلك في عام 1952. عمل مدرساً للغة العربية في المدارس الثانوية، وكانت زوجته طبيبة، له ابنه وثلاثة أولاد. شارك في معظم جلسات المربد الشعري العراقي. كما قلنا عمل مدرساً لمادة اللغة العربية ومعاوناً للعميد في معهد الفنون الجميلة في بغداد. في عام 1970 نقلت خدماته من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإعلام، فعمل فيها سكرتيراً لتحرير مجلة الأقلام، وبعدها رئيساً للتحرير في المجلة، ثم مديراً للمركز الفلكلوري العراقي، ثم شغل منصب مدير معهد الدراسات النغمية، فعميداً لمعهد الوثائقيين العرب، ثم مدير عام المكتبة الوطنية العراقية، ثم صار المدير العام لدار ثقافة الأطفال، ثم مستشار لوزير الثقافة والإعلام. يعتنق الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد الديانة الصابئية المندائية، وهو الذي أعد إلى اللغة العربية الكتاب المقدس للدين الصابئي المندائي كنز ربا، وكتب في العدد الرابع من مجلة صروح السورية بحثا مطولا عن هذه الديانة، إذ شرح فيه أصولها والجواهر اللاهوتية التي تعتبر أساسيات هذه الديانة وتاريخها، كما شرح في البحث العقائد التي يستند عليها هذا الدين، كالعقيدة في الله والعقيدة في الروحانيات والعقيدة في النبوة، وأخيرا العقيدة في الموت والحياة الأخرى والجنة والنار. وهو أحد مؤسسي نادي التعارف للطائفة المندائية في بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين. ترجمت قصائده إلى لغات مختلفة، منها الإنجليزية والفنلندية والروسية والألمانية والرومانية واليوغوسلافية. توفي في العاصمة الفرنسية باريس صباح يوم الأحد 26 من محرم عام 1437 للهجرة، الموافق 8 تشرين الثاني عام 2015، عن عمر ناهز 85 عاما. دفن في العاصمة الأردنية عمان بحسب رغبة عائلته، بانتظار أن يعم السلام في بغداد ثم ينقل جثمانه إليها. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.